فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في حوارنا مع ضيوفنا اليوم البطل الاولمبي خليل جندوبي وكذلك مدرب سيف الدين طرابلسي. وصلنا للمقابله الثالثه الاهم في مسيره خليل جندوبي كما وصفها في مسيرته الى حد الان، مسيره ما الى حد الان في سن 19 عام بطبيعه ان شاء الله تكون اطول وافضل حتى رياضيا. الماتش ضد الكوري جانج جون، خليل هكا اسمه جانج جون، جانج جون ظهرلي عمره ما خسر، ظهرلي خسر ماتش واحد في مسيرته، خسر ماتش واحد مع الايطالي اللي ربحني في الفينال. علاش قلت لي اهم ماتش في حياتي؟ اهم ماتش في حياتي خاطر اول حاجه عمره ما خسر كما قلت لك، وثاني حاجه بطل العالم، ثالث حاجه بطل العالم في الجونيور، زيادة عنده ميداي في الجونيور، معناها تم حاجه باهيه. فما عباد فما ابطال في الميزان هذاك لعبوا معاهم ما ربحوش، فهمت؟ جست حتى جست الايطالي هذيا ترى مره بركة زيادة، هذاك علاش قلت لك اهم ماتش عندي. بروفوكيك زاد هذا اللي قبل الكومبيتيسيون، ضربني. كيفاش بالضبط؟ ما احنا عندنا مو الكترونيك البلاسترون والكاسك يمس، معناها باش يشوفها تخدم ولا صحيح هيك. ها وين التستيت الاول بعد هو التست الثاني ضربني بالقويه. وين ضرب؟ فكرش بالعاني عملها ولا والله اي بالباز يعني بالعاني، خاطر تيست ما جست تمس باش تشوفها تخدم ولا هيك. ها ونرمى ما كانش نجم ياخو عاش تعاقب فيها ولا لا نحن لوطه غاديك مش معناتها مازال مش في التبي، فهمتك؟ هيك حطيته في مخك. حطيته في مخك صراحه كانت موتيفاسيون اللي كانت الحاجه اللي عملها هذيك. والله ليه اما انا راهو نحضر له عندي بارشا، مش معناتها بالزهر باش وصلت نلعب معاه ولا بالزهر بحت، وخاطر عندي برشا نخمم اللي لازمني نربح ولازمني، مش معناتها ان شاء الله ولا باش نعمل عليا حاجه لازمه به ظهرلي طيحته زاده، وصلت طيحته ضربته طيحته ربحته وعملته ما تصيرش برشا في التايكواندو ولا انه يطيح المنافس نتاعك. ظهرلي حاجه ما عادش ما نفهمش برشا في الحقيقه في التايكواندو، اما نصور حاجه معناتها يشيخوا عليها ولا ما هو في السكوندات الاخرانيين ولازم معناتها يضرب باش يخلط في السكور، وانا معناتها دزيت وطاها حاجه عاديه. مش شنو اللي عمل الفارق سيف في المقابله مع الكوره؟ والله العمل الفارق انه بالحق معنا الثقه في النفس من خليل معناه، والجرينتا والعزيمه يعني شو بدك تضحك ديما يضحك عندي سؤال عن الضحكه بعد حتى كي هابط يلعب وهابط يضحك راهو فهمت بتصبر عليها بعد يضحك يوريك اللي عنده ثقه في روحه ومعناه فك الكومبون نتاعو معناه بط معناه مش يربح ما فيهاش صراحه. مع الكوري كنت قبل تقول لي ديما مأمن به، مع الكوري كنت مأمن صدقني مأمن به، وكان وقتها بجنبي سي اسكندر حشيشه وسالني خلي تو الكوري قوي معناه كيفاش، قلت له حتى خليل قوي وعندنا ثقه في خليل باش تبدا بارتي معناه 50-50 زوز معناه قويين، والحمد لله معناها خليل معناها فك الكومبان نتاعو باك الجرينت هذيك نتاعنا احنا التونسيه اللي يلزم تربح. حتى قبل ما يلعب انا كنت نحكي انا وياه نقول له خليل شوف فينال معناها ميداي تضمن ميداي في الجيب خير ما تقعد تلعب على البرونز وشوف تربح شوف لا والكوري معناها خليل معناها امكانيات خليل يكون احسن منه، جوست معناها هو كوري والناس كل مرشحته هو الكوري عنده ثقه في روحه اكثر من لازم. الحمد لله معناه عرف كيفاش يلعب خليل الكومبا وانتصرنا عليه وخليناه معناه انتصار تاريخي. فرحه هستيريه كانت بعد الماتش خليل، شفتك ظهرت تخش عليك هزيت الذهب عشان خاطر ضمنت ميداليه اول حاجه والا خاطر ربحته هو بالذات؟ اول حاجه خاطر ربحته هو، ثاني حاجه الانترنور فرحه دخل معناتها دخل التابي ومازال نقلت عليه انت ساعات خفت يتعاقب لتصير حاجه خاطر مازال ترح ما فيهاش مازال دي سكوند وخفت لا يعملوا حاجه وتروح مازال ما فيش، قلت له برب شي يخرج راهو مازال وبعد كيف تروح الحمد لله يا ربي والله. الفينال ماتش كامل ظهر لي خليل كنت احسن من منافسك والله في السكوند انا نفرش الماتش ممكن حتى قريب نبكي الحق، شنو صار في الاخ؟ والله هي بديت من الاول ما فماش فما مسات في راسه ما تقيدوش مو الكترونيك مسات ما مش يا اخي حتى فما تصاور مش يا اخي يصير اغلاط في المستوى في النيفو هذا يصير نجم تمسه وما تقيدش عادي شوف هو تضرب بلا هو وقي الكتروني يلزم معناه الشوسات تجي بالضبط مع الراس، ساعات تجي مسه ما تجيش معناه الشوسات بعيده شوي ولا حاجه ما تطلعش تروبون، لكن هذا الكل داخل في اللعبه فهمت. هذا بالنقاط هذا مخليل كان مسيطر ما نساوش اللي راهو اللاعب الايطالي معناه لاعب قديم وعنده خبره كبيره، الحكمه معناه في الكومبا في الاخر معناه شوي اكسبيرينس شوي خبره هو مارتيني كمل رابح ذا اللي كان شي في كان شي في ذا اللي من 20 سكون الاخر قلب عليك اللعب الاخر
فما وقف اللي حكينا فيها حتى في الاوثق بينك اللي شنو صار في الاعتراض هذاك قبل ما يوفى ماتش بشوي. الاعتراض انه اللاعب احنا معنا من بعد ما يوقف الاربيتر ممنوع على اي لاعب انه يضرب. رفع المدرب الاعتراض لانه اللاعب الايطالي ضرب بعد ما يوقف الحكم ومانيش عارفين علاش ترفض، لكن معنا اعتراض على اللقطه هذه. ينجم يخرج شويه يخليه من الكونسنتراسيون ولا ليه؟ بالعكس يخليه يزيد يركز اكثر ويزيد معناه يتنفس بالباهي ويركز خاطر كان رابح هو كلي بعد نعرف شنو صار. ليه هذيك تزيد تبقى مركز وتشوف معناتها كيفاش باش تمارك. بالعكس هو عطى الخليل المدرب فرصه اخرى باش يتنفس ويركز ويحاول معناه يكمل يجاري الطرح نتاعو، لكن انا فسرت لك معناه العامل الخبره وعامل معناه السن انه هو اللي قد عمره الايطالي. والله ما عنديش فكره بالضبط، لكن اكبر من خليل معناه ظهري 20 عام حتى لا اكثر اكثر من خليل. علاش خرجت تبكي؟ خاطر البدايه نتاعي حسيتها نتاعك حسيتها متاع ياما من بعد هذاك اللي كاتب ربي معناها وزاد معناتها زاد قويتني هذيا معناتها مش زيد تخدم على روحك والمره الجايه تعمل ذهب مخير ولا. المدرب شفناه حكي معاك نتاع المدرب الاخر نتاع الايطالي شنو قال؟ تيما تحسوا حتى هو معناتها منبهر بالاداء اللي قدمته. اي خاطر كلها عارفة بعد ما ربحت انا الفينال ربحت انا عبارة ريت الطرح متاعي انا والكوري ذاك الفينال. اما كلها كيك حتى في مخاخة ديجا معناتها الايطالي ركح ريض الطرح معناها ما خليهاش خلى الطرح ريض وبعد في الاخر سيف اكيد بعد الكومبيتيسيون حكيتوا مع عباد معناتها اسامي كبار في الرياضة في التايكواندو شنو كان انطباعاتهم على الخليل؟ والله اليوم بركة يبعثوا لي معناه بعض المدربين معناه مدربين معروفين ومدربين عالميين معناه على النيفو نتاع خليل معناه ما شاء الله معناه نيفو به. ولكن بالحق معناه هذه حقيقة انه قبل ما يلعب خليل برشا كانوا معناه يشهدوا بنيفو خليل ومعناه ويقولون اللي راهو خليل مش يعمل حاجة بي احنا ديما ان شاء الله ان شاء الله معناه انت تشوف المدرب الايطالي قبل ما تلعب الكومبيتيسيون جاء الخليل ويحمل فيه ويبوس قال له مش تعمل حاجة بي وكل شيء خاطر عارف احنا بعات في القرعة وان شاء الله نتقابلوا في النهائي. قالوا كيف المدرب الايراني اللي زاد في نفس البول مع الايطالي جاء الخليل قال له ما شاء الله طولت بالقدا وبارك الله عليك وان شاء الله نتقابلوا في النهائي. معناها الناس كل كانت معناها عندها فكرة اللي خليل راهو مش منافس سهل. وعلى ذلك برشا حتى من البول نتاعنا ما حبوش معناها يجيو معانا فرد بول معناها هربوا من خليل لانه معناها عارفين المستوى نتاع خليل والحمد لله معناها اظهر المستوى نتاعو معناها وطبق المستوى نتاعو سورتا في. الوالد كان بريفيو يمشي معاكم طوكيو ولا كان باش حبيتوا يكونوا معاكم؟ حبيتوا يكونوا معانا ما هو كورونا ما خلاوش برشا بلايص معناها باش يمشيو جمله حتى الكيني ما مشيش معانا. كان نجم يكون حافز ليك لو كان جاي موجود؟ كان ينجم حافز كبير. وانت سايف؟ اكيد سي الهشمي معناها مؤثر كبير للناس الكل معناها حتى احنا كمدربين سي الهشمي معناها ياثرنا حتى لتو احنا اولاد واخواته واصحابه وكل شيء. تبقينا معناها احنا الديليغاسيون نتاعنا نتاع التايكوندو مشيت للجوز اولمبيك انت سالت بكري على الجو في طوكيو احنا الجو كنا مشينا معنا حتى هدف حتى في الحفل الافتتاح ما مشيناش حتى بالرغم اللي انا معناها عيطوا لي جماعه اللجنه الاولمبيه باش نمشي الحفل الافتتاح رفضت لانه كان تركيز تام على الكومبيتيشن. يتعب برشا حفل الافتتاح يتعب ما يتعبش حتى ما يتعبش ما نمشيوش احنا عندنا معناها مهمه جايين عليها وكاو مش نروحوا. الحمد لله معناها المهمه كانت بنجاح. بالنسبه للوفد معناها نتاع التايكوندو هو انت بيتك ما كنتش ماشي فالي اخر ما عرفش قولي صحيح ولا غلط رئيس الجامعه خلى لك بلاصتو. والله هو شوف انا ايش بك تضحك غالي ما كنتش ماشي هو كانت المدرب ورئيس الجامعه لكن من بعد معناها خيرنا انه يكون انا متواجد مع خليل لانه شوف انا عندي معناها خدمه نخدمها المدرب الروسي عنده خدمته سي الهاشمي عنده خدمه كل الكيني زاد ما مشاش مش كيني فهمت الكيني مشكل كيف نتاع العباد نتاع اللي نقصوا معناتها في البلايص ولا مشكل فلوس ولا شنو بالضبط؟ مش مشكل فلوس لكن الكوتا معناها اللي ماخذتها اللجنه الاولمبيه معناها ما تنجمش تهز برشا. اعطونا لخليل وزوز بلايص معاه كنت معناها الاولويه كانت المدرب الروسي وانا والحمد لله معناها قمنا بالواجب حتى اللي ما مشاوش معناها قمنا بالواجب أكيد. وان شاء الله معناها في باريس نمشيو وفد بي ونمشيو باربع رياضيين ان شاء الله مش برياضيين ان شاء الله. انا اصعب ماتش خليل نصف النهائي
ضد الكل، كل شيء في النصف النهائي. والاسهل ظهر الاثيوبي، الاسهل الاثيوبي. باه حكينا عليها نقطة قبيلك، تضحك برشا علاش؟ مش تدخل تبكي حتى في وسط الكومبيتيسيون الضحكة ما تفرقكش. لازم مش تستريسي، مش تستريسي، مش تستريسي روحك، مش تخسر، مش تفشل، مش حتى معناتها المنافس بسرعة معاك متعمدها باش تمس المنافس، مش متعمدها. ما انت كيكا، لا انا هو انت كيكا حتى حتى ما نحب نركز شوي، نحب نركز شوي وننظر نقولش بيك وي نضحك هيك هاو هذيك هي معناها حتى باش تستريسي روحها هي كومبيتيسيون وتروح هذاك باش تهبط مع نفس ستريسي روحك حاجة زايدة. أكيد تهبط تلعب تربح تخرج على روحك عبارة ما صار شيء، التحضيرات اللي حضرت تدخل تخرج تضحك والكومبيتيسيون اللي لعبتها والجزء الأولمبيك وكل شيء تعاد واني بحذي. فرحوا بيك في الحومة، فرحوا بيا على الأخوة. شو عملوا لك؟ عملوا لي استقبال ظهالي شعبي كبير، أقوى من الاستقبال. قد قعدت في اثنين من اثنين من الدار معناها من دخلت الحومة حتى الباب داركم؟ فما ساعة ما خلوكش تعدى؟ مش ما خلوني، عشان ما وقفنا نحن الكيس ديجا عبيد فلام ودنيا وغني وعبيد الكل فرحانة بي والله يعطيهم الصحة. شنو تمثل لك؟ ظهر لي التوانسة الكل فرحت بيك، أما ظهر لي الحومة نتاعك ظهر لي حاجة خاصة. أنا الحمد لله الميداية ذي جبتها معناها للروحي والعبيد اللي تعبت معايا وتونس كاملة اللي بقت تستنى فيا والعباد اللي زاد اللي فرحت لي خاطر برشا برشا في تونس كامله العباد معناتها فرحانه باللي عملته وين ابار حتى من مش من عائله تيكوندو، فما عباد فما ممثلين فما رابيريت فما شكون بعث لك سمينا مثال؟ لا مش باش نسمي، خلي كل شيء في الستر. شنو المشكلة؟ لا ما نحبش، فما برشا عباد يفرحوا لك يعطيهم الصحة بعد ما تشجعوك سمينهم علاش؟ ما ينساش حد يتغشش ولا حاجة. باهي مثال مش مشكلة. أما ولا بالرسمي تحس روحك أنت معناتها عملت حاجة للشعب هذا ودخلت فرحة للشعب والعباد اللي تستنى فيك وتشجع فيك. شنو تبدل فرحتك؟ مشيت معناتها بمهمة وما خيبتهمش. شنو تبدل في حياتك بخلاف الكونت انستغرام اللي فيه 20,000؟ الحمد لله يا ربي برشا حاجات تبدل. وتوقفك عباد في الشارع فما عباد وقفتني وصورت وتصور ودنيا معجبات فما زادة معجبات شوي 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 مازلت ما نعرفش خاطر برشا عباد جاوبتهم ما نعرفش بنات ولا ولاد. شنو ما عادش تفرق بين البنات والولاد؟ انت جاوب وش علي؟ سيف كيف تصور حتى انت في الظهر في ارتي كبيره في واف الحومه في واف كيف تصور فرحوا بيك الناس كلها؟ الحمد لله معناها نورنا بلادنا ونورنا بالحق عائله تايكوندو خاطر احنا عائله تايكوندو عائله كبيره احنا برشا ناس تعمل تايكوندو اهم حاجه انه معناها نورناهم ونورنا البلاد الكل وهذا مش غريب على رياضتنا احنا بالحق معناها ديما نعملوا في نتائج ديما ننوروا في بلادنا ان شاء الله بلادنا تنور. شفتوا الوزاره نورتك جوستومون بلادنا باش تنورنا ولا مشيتوا للوزاره البارح ظهر لي؟ مشينا للوزاره يعطيهم الصحه استقبلونا قامت باللازم السيده الوزيره يعطيها الصحه. شنو هو اللازم؟ اللازم الكل قامت به. 70 مليون وصلوا سي بون 70 فهم شيء مش الميداي 70 مليون نورمال الذهب 100 الفضه 70 احنا كي والبرونز 30 مش هكا كي تصب لا هكا ولا خاطر هذا اللي نعرفه ما عندناش فكره احنا كي تصب خاطر فما 15% فما معناها 15% شنو ما تقوليش باش تقص منهم الدوله باش تصبهم وتقص منهم بالطبيعه احنا مع قانون الدوله ونحترموا كل شيء في الدوله دونك كي تدخل الفلوس في الكونت وبعد نحكي كيف ظهر لي حتى كان عندك منحه خليل نتاع سابقه ظهر لي وعدوك باش تصب زاده اي صبوا لي شطر وباش يكملوا وصلت اي سي بون سي بون في اي في ساعه في ساعه الشطر اللي احكي لك عليه تصب عنده شهرين تقريبا وعدوه انه ال 50% ان شاء الله مش يتصبوا على قريب مع المنحه نتاع الاولمبيك 7 ملايين ابو مولى ما عنديش فكره معناها على الموضوع هذا خليل ما تحبش تجاوبوا ولا وعدوكم قالوا شوف يعطيه الصحة يعطيه الصحة الوزير ان شاء الله الناس الكل معناها حقه السيد بطل اولمبيك يا اخي ما يستاهلش يستاهل بالطبيعة حقه ولا حقه لكن يستحق اكثر من هكا ويستحق معناها تكريم مش من الوزارة كهو برشا معناها السلطات بعض يقول لك الرياضة مش أولوية في البلاد اكيد مش أولوية شفنا العباد اللي فرحت بالتتويج نتاع خليل كيف نتاع ايوب الحفلاوي لكن اليوم صدقني احنا هاني اليوم نهار كامل مع خليل العباد توقف فيه في الشارع ويعطيك الصحة وفرحتنا واللي
وتفرجت مع صغاري ومع مرتي ومع اولادي وعاملين جو بحق معناها. فما الناس راهي ما رقدتش نهار تلعب خليل انت ما عرفتش تفرجت ولا فاش الاخر الحقيقه ما كنتش عارف خاطر ما كنتش عارف اللي خليل مش يوصل فينا والله. لا لا حكيت مع شكون والله قال لي باش يوصل. حكيت مع محمد الهادي بولعابه زميلي اللي هو كان ظهر لي الملحق الاعلامي في التايكوندو قال لي باش يوصل. ظهر الوحيد اللي قال لي خليل باش يوصل الحمد لله. فما شكون امن به وقال باش يوصل. اما تفرجت في النهائي الحق غلبني النوم والله غلبني النوم بس ما نكذبش عليك هكا فرصه باش المره الجايه يقول ما عادش نفلتوا حتى واحد الحق بصراحه حتى ايوب الحفناوي تبارك الله تبارك الله عليه ونباركوا له ونباركوا للمدرب نتاعو جبران ويعطيهم الصحه بالحق. ايوب زاد مستقبل ايوب وخليل بالحق معناها شيء يعمل كيف يلزم الدوله تلاقي بهم وتهتم بهم توفر لهم كل الظروف خاطر بالحق نور بلادنا. قابلت معها خليل شفناك حتى صورت معها قابلت صعب انا وياه من قبل نقرا مع بعضنا كنت مامن به باش يهز ميداي مادام ما عدش الباك كيفي معناها عارف روحه اللي هو باش يعمل ميداي. يعطيه الصحة والله. هو حسيته مازال ما كانش مصدق برشا اللي ما كانش مصدق لي اما معناتها عارف روحه باش يعمل عمل حاجة بيه حاجة بيه على الاخر. وبيه كيف كيف من المخرجات تاع الاجتماع نتاع الوزاره وعدوك كيف كيف باش يبدلوا لك كونترات وهكا ولا ان شاء الله ان شاء الله يحسنوا لنا خويا في الدعم وبقدره الله انا نحب معناتها نزيد اكثر من هكا. انت كنت تاخذ 40 مليون في العام في التحضيرات ما عندوش فكره على الوالد وانت نتصور عندكم فكره الاداره الماليه في الجامعه عندها فكره لكن انا عندي فكره بحكم معناها هذا التحضيرات وكل شيء. العقد نتاعو معناها عقد كان متوسط 40 مليون 40 مليون اللي ما تعملش حتى ستاج بي وعدوكم الحقيقه وعدته للوزيره انه مش تحسن له معناها العقد نتاعو مش يحدوا لجنه. اللجنه هذه هي مش تقيم العقد معناها لجنه مشتركه بين فهذه انا المعلومه اللي عندي سابقه اللجنه نعطيك المعلومه اللي عندي بين 300 و 400 مليون لا 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 صدقني معناها بالحق كل صدق انه مش معناها مش يعملوا لجنه واللجنه هذه مش تقيم معناها برنامج خليل وتحضيرات وكل شيء ان شاء الله اخويا يطلع باهي المونترول اللي قلته باهي هكا البوش اللي عطيتكم خويا من تو اخويا يعطيك الصحه باهي ايش عملت في الكنب؟ هذه مش عصفوره هذه اقوى عصفوره كاسحه وصلت الكنب ولا انا كنب اللي تحب تشريه هذا اللي كان حاضر معنا البارح سامحني انا تطرح الموضوع هذا البارح الكهرباء بتبيع اي واحد يحب يعمل كهرباء سيرتو جون في عمر خليل لكن فما اولويات وفما اونترينمون والكهرباء تو تجيب تبيعاتها كل شيء خليل يعمل كهرباء يا شيخ لكن معناها فما تركيز يقعد مركز وكل شيء تو يجيب تبيعاته ان شاء الله واحنا دورنا انه نوفروا له الظروف الكل ان شاء الله. باهي اول كلمه قلتها بعد ما عرفت المونت باش تاخذ المونتون هذاك مش نعاود نقول مثال بعد ما عرفت باش تاخذ المونتون هذاك قالت لك عليه الوزاره اول كلمه قلتها شنو؟ سيرجون ترين بالوقت في وقتها علاش ما موتيفاسيون شنو؟ انا كي ناخذ فلوس ناخذ معناتها الحاجه نتاعي موتيفاسيون انت موتيفيني على الاخر معناتها كي تشوف روحك اللي انت قاعد معناتها تعطي في حاجه تعطي في حاجه تاخذ في حاجه فهمت؟ اي والقرايه ايش عملنا فيها؟ القرايه ان شاء الله اخويا لقونا حل ما عادش فيدو فيه الموضوع مع الوزيره الموضوع بتاع الباك حكينا طرحنا الموضوع السيده الوزيره ورئيسة الديوان بتاع الوزاره وقالوا معناها مش يحاولوا قالوا اللي هو الحقيقه قالوا صعيب لكن مش يحاولوا معناها يراسلوا وزاره التربيه ويحاولوا يلقاو حل خاطر زاد مش خليلك هاو حتى الولد نتاع الناتاسيون حفني هذو ما حتى اللي ما ربحوش مشاو يشاو ما ربحوش ولا اللي ما ربحوش ان شاء الله ان شاء الله يلقاو حل هذا واجب معناها العام الجاي زاد نفس الحاجه نفس الشيء العام الجاي العاب بحر المتوسط تجي تقريبا في الامتحانات معناها العام الجاي ماكش مش تعاد لا العام الجاي لازم يعدي انا واحد من الناس العام الجاي لازم يعدي العاب بحر المتوسط ان شاء الله يلقاو الوزاره ان شاء الله يلقاو حل ان شاء الله. كيف سيف غالي انت عندك مشكله البريم نتاعك انت ولا خذيته زاد؟ بالنسبه لي نحن معناها هو في العقد نتاعنا ما عندناش بريم من 2014 البريم القديم نتاع 2014 لا انا ناخذ بريماتي جست عندي بريم تاع شامبيون دافريك 2018 50% مش 2014 ماكش ياخذ بريم بعد ما خذيت كاس العالم بطوله العالم من الاول ما خذيتش البريم تاعي من بعد خذيت البريم تاعي وقتها وزير تقريب صابر بعطي ولا حاجه هكا عطانا البريم تاعنا معناها وحكايه 2018 شنو؟ 2018 مش كان علي انا على الرياضيين الكل اللي عندهم بريم 2018 ما خذوش خذوا 50% انا وزملائي زاد معايا حتى في التايكوندو وان شاء الله ربي يسهل في مستحقاتكم متخلده تو عندنا شهريات ما خلصناش اليوم ستة شهور اليوم ما عندكش المعلومه هذه اليوم مشيت للوزاره ومش يعدي لنا 6 شهور هذه جديده خاطر عندي
عندي فوت في الكونتران تاعي ثم اوراق ما صححتهمش، اليوم مشيت صححتهم وهاك معلومه. مش كان انت بعد انت والمدرب بعد 6 شهور ما كمش خالص سي بون، حتى المدرب امور واضحه و... الفلوس كل باش تاخذوها ان شاء الله. هذا معناها هذا الصالير نتاعنا، معناها اي شاشه هذيك خدمناهم هذا معناها ولا به هذا يدل على شيء انه احنا ماهيش معنا نخمو في الفلوس، نخمو كان في الدراب و... وناخذوا باش نعملوا نتيجه. ان شاء الله يعطيكم الصحه. اليوم عملنا نتيجه كل شيء تو يجي بتبيع. شرفتونا اكيد. شنو حكيت مسعود وزيل وبرونو فرنانديز؟ والله انا كنت ما كنتش نعرف الحقيقه. بالحق هذاك اللي قلت لهم ما نعرفوش برونو فرنانديز. والله انا بالرسمي علاش باش نكذب عليه؟ ما نعرفوش. نتصور هذا ما لقاتش فيه تاع كيفاش ما يعرفنيش. اما بالرسمي انا ماني قلت لك ما نتبعش كوره. ما كنتش نعرف. وما بعد كي شفت الباجيت. شفت تصويرته بعد. برشا باجيت. ايه انا وياها ومتاقين مشت حتى عالميه. ايه فما برشا فما واحده فيري في وعندها ملين كتبت لي في كومنتير يجا لمانشستر يونايتد. باهي بعد اكيد بعد شفت تصويرته برونو فرنانديز. شكون تشبه له اكثر وزيد ولا هو؟ اللي هو اكثر واللي تعرفه اليوم. اليوم نعرف كان يسمع فينا اليوم شنو تحب تقول له برونو فرنانديز؟ تغش منك برشا بعد ما قلت التصريح هذاك. ما عندي بين نقول له هو انا خليل وهو برونو على روحه. واضح معناها ما نجمش تكون باهي. سيف شنو لازم نعمله مع خليل؟ اكيد عندنا اهم حاجه باريس 2024 باش ما يصيروش كيما صار له اسامه ظهري صار له برشا مشاكل اسامه الوسلاتي، لازم نستحفظ على خليل بصراحه. باهي بالنسبه لاسامه ان شاء الله كجبت انت اسامه، اسامه ان شاء الله مش يرجع على قريب وكان في استقبال خليل والبارح قعدنا حتى مع بعضنا وحكينا بالقدا وان شاء الله بالحق معناها اسامه مش يرجع احسن من قبل. بالنسبة لخليل يلزمه معناها إحاطة لازم اللي احنا معناها هذاك دورنا مش نقوموا به إن شاء الله باللازم، احنا كإطار فني معناها يلزمنا نكون فما إحاطة لازمة، وإن شاء الله عندنا بطولة عالم اللي هي الهدف الأول إن شاء الله. معناها خليل تو مطالب كان بالميدالية الذهبية يعني الحقيقة يعني. مش تحطلوش بريسيون عليه هذايا؟ مش بريسيون خاطر هو يعرف المستوى نتاعو وشاف المستوى نتاعو في الألعاب الأولمبية وقبل حتى الألعاب الأولمبية، احنا قبل كي نحكيو معاه معناها حتى كي نفسرو لك احنا نعرفوا واش نحكيو معاك. وهو كان شاف هو النيفو نتاعو في الألعاب الأولمبية. دونك إن شاء الله معناها توفر له سلطة الإشراف واللجنة الأولمبية معناها لازم الكل، وبحول الله ما يلقاو كان معناها كان النتائج. إن شاء الله. خليل باش تقعد التوانسه في القادم وخاصه في الالعاب الاولمبيه الجاي. انا نحب نقعد التوانسه ونحب نقعد روحي، مش نقعد روحي معناها هذه حاجه كما قلنا احنا هدف فاخر مش معناتها الجزء الاولمبيك هذه وسي بون معناها. مازلت صغير ومازلت باش نعطي برشا لتونس مش معناتها حتى الجزء الاولمبيك نستناو الجاي واللي بعده ان شاء الله. الجزء الاولمبيك خير. عندنا زاد دي شامبيونو دي موند، مازلت ما لعبتش في حتى شامبيونو دي موند. اول عام الجاي ان شاء الله عندنا شامبيونو دي موند، ان شاء الله يا ربي اكثر من ميداليه اولمبيه اخرى واكثر من ميداليه توعدنا بالذهب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. والايطالي ماذا بها تنتقم منه ان شاء الله متسلفه مردود ان شاء الله. سيف قبل ما تفكر تو قبل ما نختم ظهرلي كنت واخذ في خاطرك منا شويه ولا لا؟ مش ماخو في خاطرك معناها في خاطري منكم، لكن ما عارفش معناها خاطر صارت في موضوع متعلق بالدخل معنا لعبة التايكواندو اكرام الظاهري كانت قالت كلام بخصوص تدخيل بعض المشروبات من خارج ما عجبكش شويه، ما عرفتش انت كان كلمتني وقتها كنت نعطيك اكيد حق رد لكن ما اتصلتش بيا وقتها، ما نسيتش كنت حاب نطرح الحكايه حتى اليوم. بالنسبه للموضوع هذاك معناها الموضوع هذاك طرح حتى في القضاء واحد واللي عنده حق تو ياخذه. بالنسبه اللي كنتي معناها كانت نجم تكون وقتها كنت تتصل بالطرفين وتسمع الناس الكل. كيف انت ولا اللي طرح الموضوع معناها كان فهم الموضوع كما تسمع من الطرفين يعني مش من واحد بركه، لكن احنا نعرفوا رواحنا. انا قبل ما نكون معناها مدرب انا بطل عالم ولاعب سابق وعشر سنين في المنتخب وتو مدرب وطني والحمد لله، حتى كمدرب قاعد نثبت اللي انا مدرب معناها من تينة الكبار والمواضيع هذيك نتجاوزوها، خاطر اي واحد راه في معناها في البوست هذه راه مش يتعرض للنقد وتعرض لبرشا حاجات. وبالنسبه للليزاتلات معناها اللي طلعوا وحكاوا ولا حاجه هذيك معناها فيهم شكون صحابي واخواتي معناها وترناوا معايا وصحابي بالقدا يعني، ربي يهدي اللي كان سبب معناها وخدم بهم ودخلهم في الحاجات هذه. علاش تقال الكلام هذاك سيف وقت؟ شوف انت تعرف جامعتنا تمر ببرشا معناها فتره نتاع انتخابات وحملات انتخابيه
البعض معناه انت تعرف مدرب راهو ما يحبوش الناس الكل، مدرب مش راضين عليه الناس الكل، وفما مدرب يحب يشد بلاصته، وفما لاعب ما يحبوش المدرب هذاك، معناه ما يحبش المدرب هذاك خاطر ما فكش بلاصته. وتعرف احنا عندنا كونكورنس كبيره، دونك معناه نترفعوا احنا على الحاجه هذه، حتى كان رياضي يغلط ولا حاجه، احنا كان انت عندك فكره اللعبه كرام راهي تدرب تو، فهمت؟ احنا معناه ما نكونوش قاسين على اولادنا. علاقتك بها كيفاش؟ علاقتي بها جيدة. اليوم بركة أمها كلمتني وهي تكلمني. ندمت على الكلام اللي قالته ولا؟ ندمت ما ندمتش، هذيك بينها وبين روحها، لكن احنا معناها قلوبنا صافية، وبالعكس معناها حتى اللي يغلط نحاول نصلحه. علاش ما شفناش بنات صيف في الأولمبياد؟ فكرتني هلا. عنا رحمة كانت شاركت في الأولمبياد اللي فات. اي رحمة كانت شاركت، رحمة تو تخدم في قطر. اي. كانت عنا شيما التومي. ما عادش معناتها رحمة. ما عادش مع المنتخب. عندنا شيما التومي، شيما لعبة واعدة، لعبة بطلة، شيما لو معناها كانت معناها ما جاتش الظروف هذيك، شيما اللي معناها الحقيقة معناها قالوا ما تستحقش وطفلة صغيرة وما عرفش شنو ما مشاتش الكاليفيكاسيون. شيما كانت نجم تكون متواجدة في الأولمبياد، لكن ما فاتها شيء إن شاء الله في 2024 مش تكون متواجدة شيما، وإن شاء الله زادة تعمل تتويج إن شاء الله. إن شاء الله يعطيكم الصحة أخويا، شرفتونا أكيد سيف، يعطيكم الصحة وكيف كيف خليل، إن شاء الله مزيد من التتويجات وبالتوفيق لكم. كلمة الختام تفضل. بالنسبة لي أنا في كلمة الختام نحب معناها نشكر خاطر خليل وراه راي برشا ناس وبرشا رجال وبرشا نساء زادة. خليل معناه وراء إطار فني، المكتب الجامعي اللي وثق في خليل وسيد رئيس الجامعة سي محمد غنام، كذلك معناه الإطار الطبي نتاع الجامعة والشبه الطبي أخونا حبيب وأختنا إيمان، بالحق معناه كانت خدمة كبيرة. كيف كيف زاد ما ننساوش إدارة الجامعة اللي بالحق مذكرهم معناه حد ديما اليوم، وبالحق شكون احنا حضرنا الفيزا، شكون يحضرنا الفلوس، شكون يحاول لنا الفلوس، شكون يمشي للوزارة، لوجيستياتنا، كل شيء بالحق معناه إدارة نتاعنا واقفة. يعطيهم الصحة ونقول لهم مبروك علينا. كذلك زاد ما ننساوش أبطال المنتخب اللي نعاود بالحق أصحاب خليل وزملائه، فما شكون حتى في نفس الوزن هو خليل ويعاون، ويزم خليل يخدم ويزم خليل يجيب نتيجة، بالحق نحييهم ويعطيهم الصحة، وإن شاء الله معناها نراهم الكل أبطال، خاطر الحق عندنا برشا أبطال، إن شاء الله معناها تجيهم الفرصة الناس الكل. ويعطيك الصحة أنت خويا على الدعوة، ويعطيكم الصحة أنتم إن شاء الله دايما نجيوك في الخير خويا، إن شاء الله باب محلول في كل وقت في أي حاجة تنجموا باب محلول قدامكم أكيد، وهذا أقل الواجب. ونستعرف الناس الكل اللي ديما الإعلام قاصر مع الرياضات الفردية، اليوم أكثر الرياضات مشرفينا في تونس. خليل تفضل كلمة الختام. نحب ساعة أول حاجة نهدي الميدالية هذه للشعب التونسي الكل اللي فرح لي واللي تفرج فيا، العائلة التيكواندو زادة، العباد اللي تعبت معايا وحضرت معايا، فما عباد معناتها عبارة هي باش تمشي تلعب تترنى معايا وتحضر معايا، عبارة معنت عبارة هو ماشي يلعب ونية صافية، يعطيهم الصحة. فما عباد زادة ما كانتش حاضرة معايا في التربوسات، ما كانت تبعث لي في مساجات منها كانوا يترانيو، وفما عباد زادة ما همش يترانيو، هما ولاد حومتي ديما حاضرين معايا، لي زونترونور نتاعي الكيني وعائلتي. يعطيهم الصحة الناس كله، يعطيك الصحة اللي كنتي خليل، وشكرا ليك سيف. زين مكملين في فير بلاي، ساعتنا الثانية بعد شوية شونج موزيكا وراجعين.